تشكو أيها الحزبيون الكرام من أنه الناس مش كتير مهتمة بالأحزاب، في حالة صمت، في حالة عزوف، في حالة ململة، وهذا يعني حقكم، لكن في المقابل هناك مبكرا بدأت الأحزاب وما يعني هيك يعني يتيسر من بعض الأنباء خارج أسوار الأحزاب أن هناك مشاكل وأزمات وخلافات، لسه ما بدأش الفيلم يعني. احكي لي المشهد. طيب، يعني بدون شك أنت اليوم تطرح فكرة جديدة. نعم. هلا كثير من الناس بيجي بيقول لك يا أخي ما هو العمل السياسي والأحزاب بالأردن من الخمسينات ومن العشرينات. مظبوط. نعم. مش مختلفين. لكن آلية العمل الحزبي والأحزاب اللي في تلك الحقبة الزمنية هي مختلفة تماما عن اللي بنحكي فيه اليوم. نعم. قبل كنا نحكي عن أحزاب أيديولوجية. أحزاب لها ارتباطات خارجية ممولة بالخارج، عندها ممولة وإلها مصالح. يعني أنا اليوم إذا بنتسب للحزب ألف، أنا أولادي كانوا يدرسوا بالجامعات على حساب هذا الحزب. طبعا. طب اليوم الأحزاب الأردنية هل في عندها هذا البريفيليج، هذه الامتيازات؟ طيب هذا واحد. إحنا اليوم نطرح فكرة جديدة، الأحزاب لا زالت تحبو، فبدنا نتوقع. وأنا بقول أهلنا، وأنا يعني إلي 25 سنة بهالعراك السياسي والعراك الانتخابي، أنا بعتقد اليوم عندنا مشكلة. إحنا الأردنيين مستعجلين على كل شيء. يعني بدنا اليوم مجرد ما أقرينا التشريعات ثاني يوم تكون عندنا أحزاب زي الأحزاب الموجودة في أمريكا وبريطانيا وبالسويد وبالدنمارك ومش عارف إيش. هذا الكلام لن يتحقق اليوم. تيتحول المواطن الأردني إلى صاحب مصلحة في الحزب. نعم. إله مصلحة بوجوده بالحزب، سيؤمن بأداء الحزب وسيتخذ منه عقيدة. نعم. لكن اليوم الأحزاب بالتأكيد تحبو ولا زالت في بداية عهده. في أحزاب ورح نشوف بعد الانتخابات القادمة رح تخرج من الساحة. نعم. في أحزاب رح تستمر وتنمو، وفي أحزاب تتراجع. يعني يمكن في أحزاب رح تحقق نتائج كويسة الدورة القادمة قد تتراجع، في أحزاب قد تحقق نتائج معقولة. نعم. الدورة الجاي تزيد. هذا الحكي بده شوية وقت. المشهد بشكل عام اليوم مشان أكون منصف وصريح، نعم، هناك مجموعة ممن تسابقوا لفتح، وآسف على المصطلح ويسامحوني إخواني، إلى مؤسسات فردية بده من خلالها يبرز دوره، وهذا حقه، خلوا. نعم. يعارك، وإذا نجح صحتين وهنا ما عندنا مشكلة. نعم. لا يضيق صدرنا في ذلك. وهناك من عمل على إيجاد مؤسسات حزبية راكزة. نعم. مستقرة تنظر إلى المستقبل. وهناك يمكن حزب أو حزبين أو ثلاثة للأسف اتخذوا بعض الممارسات اللي مستعجلين عليها بدون يعملوا بطولات، ولذلك وظفوا جملة من الإمكانات المتوفرة لديهم في تشويه المشهد. Thank you.